مرحبا، اسمي فاطمة أوزكا أردوغان. أنا طالبة في السنة النهائية في قسم إدارة أعمال. بدأ قسم إدارة الأعمال في تقديم التعليم والتدريب في حرم الجامعة كينكالي في 26 فبراير 1993. قسم إدارة الأعمال هو القسم الذي تم تأسيسه من أجل تدريب الأشخاص في مواضيع مختلفة مثل المالية والمحاسبة والتسويق والإنتاج، نظرا بأن إدارة الأعمال تقدم لنا مجالا واسعا من فرص العمل. لهذا السبب تدرس في هذا القسم عددا كبيرا من الدروس، وتدرس الدروس في مجال القانون ومجال الاقتصاد، وتدرس في قسم إدارة الأعمال مجموعة واسعة من الدروس مثل التسويق والإنتاج والإدارة. لدينا غرفة كمبيوتر واحدة. بصرف النظر عن ذلك، لدينا مختبر مالي يسمى تريماستر المعلمين الثلاث، وتم افتتاحه في عام 2019. الحدث الذي نسميه تريماستر هو عبارة عن منصة يتم فيها إنشاء عمليات الشراء المحلية والدولية تماما مثل الفوركس. التدريب ليس إلزاميا في قسمنا، ولكن إذا كنت ترغب في القيام بذلك فعند التقدم إلى قسم التدريب لدينا يوجهك مسؤولي المؤسسة هناك. قسم إدارة الأعمال لديه مجموعة واسعة من فرص العمل، فإلى جانب الأعمال المصرفية والمالية والمحاسبة يمكنك أن تكون إداريا في أي شركة خاصة، أو يمكنك أن تكون رائد أعمال. كنت أرغب في العمل في شركة عائلية منذ العام الأخير من المدرسة الثانوية، ولهذا اخترتها. نظرا لوجود العديد من المجالات التي يمكنني العمل فيها بعد التخرج من قسم إدارة الأعمال، اخترت هذا القسم. أعيش في مدينة دينيزلي، لكنني أدرك أيضا كم هو لطيف أن تكون طالبا في مدينة دينيزلي. يوجد هنا الكثير من فرص العمل والعديد من الإمكانيات حيث يمكنك العمل كطالب، وهذا هو السبب في أنه من السهل جدا العيش هنا. إنه مكان يمكن للطلاب من خلاله الدراسة بسهولة مالية وبيئية. لدي تواصل اجتماعي واسع جدا نظرا لوجود العديد من الفعاليات مثل الندوات والمؤتمرات في قسم إدارة الأعمال. يأتي الأشخاص من أماكن كبيرة جدا ونلتقي بهم، ولدينا فرصة عمل وتدريب. أنا أعمل حاليا في شركة. بعد التخرج أريد أن أقوم بتدريب فيها وأن أصبح إداريا هناك. بصرف النظر عن هذا الموضوع أخطط أيضا للبقاء في الكلية ومواصلة دراساتي العليا. أنا أوصي بالتأكيد أن يعملوا في مكان ما، لذلك عندما ينضمون إلى شركة أثناء وجودهم في الجامعة فإنهم يفهمون ماهية الحياة الحقيقية حتى ولو كانت بنسبة قليلة. من الأفضل بكثير فهم هذا أثناء قراءته. رحبوا بكم في جامعة باموكالي التي تضم أكبر مسبح أولمبي في تركيا.